السلام عليكم ورحمة الله، معاكم محمد رضا البسيوني من فيشا ريالتي كورس ويز يونيتي اند سي شارب. مبدئيا لازم نعرف الفرق ما بين الميكسد رياليتي والاوجمانتد رياليتي والفيشا رياليتي. مجال الميكسد رياليتي هو عبارة عن انتجريشن ما بين الاوجمانتد رياليتي والفيشا رياليتي. اشهر الشركات اللي شغالة في مجال الميكسد رياليتي هما هولو لينس وماجيك لي. للأسف هولو لينس سعرها بيتراوح ما بين 3000 دولار فيما فوق. ماجيك ليب عبارة عن شركة ناشئة تم تمويلها بقيمة 4.3 مليار دولار، شركة لسه بادئة في إنتاج هيدسيت جديدة بمواصفات خيالية. الصورة اللي على الشمال فوق ده عبارة عن 3D بروجكت خاص بشركة ماجيك ليب، شركة قامت فيها بعرض صورة حوت جوه صالة سلة. الصورة على اليمين فوق عبارة عن هولو مانس. الصورة اللي تحت عبارة عن مشهد من أيرون مان بيوضح لك مستقبل التكنولوجي. تاني حاجة هو الاوجمانتد رياليتي. الاوجمانتد رياليتي هي عبارة عن انك بتضيف 3D اوبجكت او انريال اوبجكت جوه الريال اوبجكت بتاعك. الاوجمانتد رياليتي هو عبارة عن انك بتضيف انريال اوبجكت عن طريق استخدام الموبايل او عن طريق اي اوجمانتد رياليتي ديفايس. اشهر الالعاب او اشهر الابليكيشن اللي نزلت على الاوجمانتد رياليتي هو لعبة بوكيمون جو، وابليكيشن ايكيا عبارة عن انك بتجرب اماكن الاساس بتاعتك قبل ما تشتريه. الاوجمانتد رياليتي هو عبارة عن نيكست فيوتشر اوف موبايلنج تانجو بروجكت. بروجكت تبع شركة جوجل، عبارة عن انت بتبني 3D سنسور جوه الموبايل بحيث ان هي تعمل اوت امبلمنت موبايل فيجن. VR هو عبارة عن مستقبل مجالات كتير جدا، مجال التعلم او education، مجالات المحاكاة، مجالات المعالجة النفسية خاصة حالات الفوبيا. أشهر الشركات العاملة في مجال الفيرتشوال رياليتي جوجل، أوكولاس ريفت، اتش تي سي فايف، بلاي ستيشن في ار. جوجل كارد بورد عبارة عن أول هيدسيت من إنتاج شركة جوجل. ببساطة هي عبارة عن علبة كرتون فيها عدستين وزرار جانبي مغناطيسي. تمنها $10، الريزوليوشن بتاعها على حسب ريزوليوشن الموبايل الفون مستخدم جوه الفيرشوال رياليتي. تسمح بالحركة في 3 اتجاهات فقط حول محور واحد ثابت وهو محور الشخص. الكنترولر بتاعها ماجنتيك بوتون على جانب الشمال من الهيدسيت. تاني شركة هي اوكولاس ريفت، وهي شركة استحوذت عليها فيسبوك. تمن الهيدسيت $599، الريزوليوشن بتاعها 2160x1200. بتحتاج هاي بي سي تشتغل ليها كباك اند. تسمح بالموشن فريدم بتاعها، تسمح بالحركة في 6 اتجاهات، الحركة المحورية حوالين المحور شمال ويمين فوق وتحت، الحركة الرأسية للهيد، ان انت تتحرك في الاتجاهات الثلاثة، تمشي للامام او للخلف، تمشي في اتجاه اليمين او الشمال، تطلع فوق او تنزل تحت. بتيجي باكس بوكس كنترولر كاساسي. بعد كده الشركة انتجت تو هاند كنترولر. ثالث شركة هي اتش تي سي فايف. تمن هيدسيت $799، الريزوليوشن هو نفس ريزوليوشن الاوكولاس ريفت 2160x1200. البرفورمانس بتاعها بتحتاج هاي بي سي كده تشتغل ليها كباك اند. الموشن فريدم بتسمح بالحركة في 6 اتجاهات زي اوكولاس ريفت. تيجي معاها تو هاند كنترولر. اخر هيدسيت هي بلاي ستيشن في ار، تمنها $399، الريزولوشن بتاعها 1920x1080. بتحتاج بلاي ستيشن 4 كباك اند، تسمح بالموشن فريدم في 6 اتجاهات. الكنترولر بتاعها هي البي اس موف كنترولرز اللي بيجوا مع بيس 4 او بلاي ستيشن 4. عشان تديفلوبمنت الفي ار او الاي ار او الام ار، انت محتاج اساسي 3D انجن او 3D جيم زي يونيتي او انريال، في ار او هيدسيت عشان تست عليها، الاس دي كي الخاصه بالهيدسيت اللي انت عايز تديفلوب عليها زي كارد بورد لا جي في ار اس دي كي، اتش سي فايف لا ستيم في ار، اوكولاس ريفت لا اوكولاس اس دي كي. عشان ديفلوبمنت الاي ار او الاوجمانتد رياليتي محتاج 3D engine او 3D game زي Unity و Unreal،
محتاج ايه؟ ار او اوجمانتد رياليتي اس دي كي زي فوفوريا وميتايو. شركة ميتايو استحوذت عليها شركة ابل عشان تدخل التقنية الجديدة في الاصدار الجاي من الايفون. الام ار او الاوجمانتد رياليتي، الام ار او الميكسد رياليتي محتاج 3 دي انجن زي يونيتي او انريال، محتاج هولو لانس اس دي كي عشان تبني الهولو لانس، ولسه ماجيك ليب في انتاجها في الاس دي كي القادمة هتعلن عن الاس دي كي بتاعتها وازاي نمبنت عليها. في الحلقات الجاية هنتعرف ازاي نشغل يونتي، ازاي نintegration عليه الاس دي كي، ازاي نبني في ار جيمز او ابليكيشنز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.